خالد، يعني ممكن ان احنا نشوف كاس العالم للانديه ان شاء الله كده، يعني تالق عدد من اللعيبه زي ما شفنا فلافيو قبل كده. يعني النهارده واحد زي فلافيو ده من احد نجوم النادي الاهلي اللي تالقوا في كاس العالم للانديه، وبعد كده يعني ما شاء الله فتحت معاه. يعني ممكن نشوف كده في طبعا. مونديال السنه دي طبعا، وسهل جدا نشوف كده. يعني انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي هتبقى مركزه، هتكون في قمه تركيزها. يعني في بداية البطولة هيكونوا في قمة تركيزهم. ليه؟ لأن ده برضو فرصة ليهم كويسة جدا إن هم يسوقوا نفسيهم، يعني يسوقوا نفسيهم على مستويات أعلى. يعني فكل واحد هيثبت نفسه، المفروض إن هو يبان بشكل كويس، بيسوق نفسه بشكل كويس، قيمته بتزيد. فلازم طبعا هنلاقي بإذن الله نجوم كتير. طب بعد ما القرعة تم إعلانها اليوم، ايه نصيحتك للعيبة طبعا واحنا داخلين على البطولة المهمة دي، كابتن خالد جدالة يحب يقول لهم ايه؟ اقول لهم فكروا في اول ماتش بس، يعني ما تفكروش في اللي بعد كده، فكروا في ماتش الدحيل بس، ازاي نكسبه ونعديه، وبعد كده نبتدي نركز في بايرن ميونخ. بس لازم هو المباراة الاولى دي، دايما البدايات في اي بطولة بتبقى صعبة جدا وبتبقى مهمة جدا. البداية هي اللي بتحط رجلك، لإما بتديك ثقة كبيرة جدا لو نجحتي ان انت تعملي نتيجه كويسه، او لا قدر الله لو في نتيجه سلبيه الامور بتهرب منك. فانا اتمنى ان يكونوا في قمه تركيزهم باذن الله الماتش او في الماتش الاولاني، عشان باذن الله لازم نعديه.